الجامعات الحكومية بتخرج كم واحد مصري؟ الجامعات الحكومية الأساسية بتخرج مصريين ماكسيموم 3000. طب الجامعات الخاصة بتخرج قد إيه؟ يعني ماكسيموم من 16 ل 18000 الجامعات الخاصة، تمام؟ يبقى إذا توتال خريجين الأسنان قد إيه؟ 20000. حلو كده؟ طبعا الوظائف واقفة خلاص، ما عادش في وظائف، تمام؟ فأصبح دلوقتي يعني أنت بالنسبة لك أنت هتتخرج مالكش تكليف، إلا بقى عارف لو شغل واسطة جامدة حد زقلك مش عارف إيه، بلس تقديرك لو حبوا ياخدوا حد هياخدوا بارتفاع التقدير، وده طنطا مش بتدور، تمام؟ أنا بعرف إزاي. مثلا أنا لازم أجيب تقدير عالي، أنت تجيب تقدير عالي عشان تحضر ماستر ونفسك، ليه؟ ما بص إحنا كلنا جايبين تقدير عالي، عارفين؟ الحمد لله أنا جايب تقدير في طنطا من أعلى التقديرات في دفعتي كلها، أنتوا عارفين يعني؟ بس أنا أقل من ال 200 على الدفعة مثلا في القاهرة أو في أي حتة تانية. ليه بقى؟ طنطا بتدينا تقديرات زي الزفت. الفرق كبير. يعني الفرق الصغيرة أنت بتبص الفرق الصغيرة دي أنت لو ما جبتش فيها أعلى تقديرات أنت كده بتستعبط. يعني بالك من الآخر. يعني إعدادي دول ليفل 1 ليفل 2 وليفل 3 دول لازم تجيب فيهم أعلى تقدير على قد ما تقدر. ليفل 4 وليفل 5 فيها دكاترة مختلين نفسيا هو شايف كده إن أنت ما ينفعش تزيد عن 80%. يعني انت لو توب بالتوب ما تزيدش عن 80%. فبالتالي الفرق الوحيده اللي تقدر تجيب فيها ال 97 وال 98 وتظبط دنيتك اللي تحت عشان دي هتسند لك السقوط بتاع اللي فوق. فهمتوا حاجه؟ طب لو انت مشيتها في اللي تحت 60% و70% و80% مع اللي فوق انت كده تقديرك بقى قليل. انا ما بهزرش. انا بص انا بتكلم في ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 انا كنت دايما بتكلم ان انا تقديري دايما فوق 90. حلو كده؟ واطلع وعايز تقدير 95 وعايز تقدير 96 ومن اول ما دخلت ليفل 4 انا جايب تقدير 84 وحاجة. 84 ده على فكرة انا في الترتيب مش تبقى عارف ايه. انا ال 84 ده ترتيب الاول. تنزلت من كام؟ انت بتتكلم انت بتنزل من 97 96 لكام؟ ل 84. فاهمين حاجة؟ بلاش انا خطيبتي السنة اللي فاتت كانت جايبة 97% تقريبا او 96. حلو كده؟ جت السنة جت على السنة السنة دي جابت كام؟ يعني جابت كام؟ 85 ايه؟ جابت 85 بالظبط. طبعا امها مخضوضة وهي مخضوضة قعدت تعيط اللي هو 85 ليه ومش عارف ايه؟ طلعت قالت بس لما تيجي تطلع ولقيت نفسها 85 ديت مش عارف الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة. كانوا كلهم في نفس الليفل كلهم في نفس الرينج. فرق كام؟ 85.2 85.3 85.4 بس نفس الرينج. طب ايه اللي نزلهم الناس دي كلها؟ هي الدكاتره هم عاوزين كده. هم عاوزين كده، الدكاتره اللي في الفرق الكبير عاوزين كده. فانت قدامك دلوقتي تجيب التقديرات اللي انت عايزها. دلوقتي عشان كده انا بقول ذاكروا. الترم الثاني مهم والسنه الجايه مهم. اول ثلاث سنين هات اعلى تقدير تقدر عليه. ما بهزرش والله. تعالى بقى بسم الله نبتدي بقى في الايه؟ في البريمورز. بقى الناس تركز معايا كده وتصحصح هندلع الدنيا في البريمورز، تمام؟ بدايه يا شباب انت واضح على الله. انا دلوقتي عندي كام بريمولر؟ بدايه يا شباب لازم تبقى عارف ان انا عندي 4 بريمولرز. كام بريمولر؟ 4 بريمولر في كل فك. يعني فيرست بريمولر رايت، سكند بريمولر رايت، في فيرست وسكند ايه ليفت. نفس الكلام ده موجود فين؟ لور. فعندي برضو 4 بريمولر لور. يبقى اذا انا كتوتال نمبر انا عندي 8 بريمولر، تمام؟ بس بسميهم 4 ماكسيلري بريمولر و4 ايه مانديبولر بريمولر. كلام جميل. طيب لازم تاخد في بالك ان البريمولرز يا ولاد بنسميها باي كاسب. يعني ايه كلمه باي كاسب؟ قال لك يعني ثنائي الكاسب. لما اتكلمنا عن الكناين الترم اللي فات قلنا ان اسمه كاسب احاد الكاسب، انما ده بنسميه باي كاسب. بس خلي بالك عشان السؤال ده مشهور قوي بيجي في الامتحان. باي كاسب اسم مش حلو، فاحنا بنفضل اسم البريمولرز افضل منه. طب ليه يا دكتور؟ قال لك انت عندك كام بريمولر؟ انا عندي فيرست ابر فيرست بريمولر وابر سكند، صح؟ اللور فيرست ولور ايه سكند. يبقى الانواع كام؟ 4، صح كده؟ حلو قوي. اللور سكند بريمولر الغدار بيكون عنده كسبه معايا 3 كاز، مش كام كاز؟ مش 2 كاز. الله. طب منين انت بتسمينا كلنا باي كاسب ومنين ان احنا فينا واحد فيه كام كاز؟ 3 كاز. عشان كده بنقول ان اسم باي كاسب ايه مش حلو. مش حلو؟ لا مش حلو. يبقى باي كاسب احنا بنسميها باي كاسب عامه، ولكن لازم تبقى عارف ان عندك اللور سكند بريمولر في كام كاز؟ 3، تمام؟ طيب ماشي، حلوه المعلومه عرفناها. طيب ايه تاني عايز اذاكره يا دكتور؟
لازم تعرف ان البريمولرز هي كمان تتكون من اربعه لوب زيها زي الانتيرو تيس. وده على فكره وجه تشابه ما بينهم، ان البريمولر تتكون من اربعه لوب، ثلاثه بيعملوا البقل زي ما كان في الانتيرو، الثلاثه بيعملوا الليبي، وهنا واحد بيعمل لك اللينج والقصب زي ما كان هناك واحد بيعمل ايه السيم. طب بص تعالى بقى معايا، طب تخيل لو انا عندي في اللينج والسيرفس اتنين قصب، يبقى كده عندي كام لوب؟ خمسة لوب صح؟ عشان عندي ثلاثة بكر صح كده؟ وكام لينجوال؟ واحد لينجوال صح؟ عشان الكاز. طب لو انا عندي اثنين لينجوال كاز يبقى عندي كام لوب؟ خمسة لوب. هو مش ده اللور سكند بريمولر؟ كام لينجوال كاز؟ لا كام لينجوال؟ لينجوال اثنين صح؟ عرفتوا ليه بقى كنا بنقول ان هو عنده خمسة لوب السلم الاولاني؟ شوف كل حاجة بتفيد، كل حاجة بتفيد. حلو، يبقى اذا اهو قال لك بقى الماكسيلر بريمولر تتكون كلها من اربعه لوب، والمانديبولر بريمولر برضه من اربعه لوب، بس خلي بالك المانديبولر سكند بريمولر من كام لوب؟ من خمسه لوب. ليه؟ عشان عنده كام كواز؟ ثلاثه. فهمنا بقى كده؟ حد عنده اي مشكله؟ كلام جميل. طيب ركز بقى معايا في الحته اللي جايه بالعكس. بالنسبه للقصبات بتاعتهم، ودي بقى انا هسيب الداتا فيها شويه بس وهستخدم الرسم. بص بقى معايا يا ولاد، ادي الابر كناين تمام، جنب الكناين عند الفيرست بريمولر، وبعد كده عند السكند بريمولر، بعد كده عند الفيرست الفيرست مولر. ركز بقى معايا، ما هي الفانكشن بتاعت الكناين يا دكتور؟ قال لك تيرنج صح، تمزيق، من الاخر تغز. انت لو عايز تغز واحد كده هتغزه بمطوة حادة، ولا مثلا هتجيب سطور طويل كده وتغزه بيه؟ مش هينفع، لا عايز بمطوة صح. يبقى اذا الكلاين وظيفته انه بيعمل تيرنج، عشان كده عنده لونج اند شارب كاز صح كده. لو عايز تفكر في الموضوع ده بص على حاجات المفتاز، لان هي بتاعتها ايه؟ طويله وحادة، عشان تمزق بيها ليه الفايز صح. انت كمولر وظيفتك ايه؟ جرايندنج. وظيفته بقى يعني ايه كلمه جرايندنج؟ يعني طح. القصب طويل ولا قصير؟ قصير. الله يرضى عليك، شورت تمام كده. طب شارب ولا ليس شارب؟ ليس شارب. الله يرضى عليك. يبقى اذا لازم ابقى واخد في بالي السنه اللي هتعمل جرايندنج لازم يبقى القصب، ركز على الكلمه، لازم يبقى القصب شورت وليس شارب. هديك مثال، عارفين اللي هو اللي بنطحن فيه الكفته؟ عارفين ده؟ ينفع تحط الكفته فيه وتجيب سكينه وتقعد تطحن بيها؟ ولا عملت اي حاجه، انت عملت اختراقها بس صح؟ ما ينفعش. طب لو جيت خبطت جامد على اخر ما فيه ايه اللي هيحصل في السكينه؟ هتتكسر او تنتني صح؟ يبقى اذا ما ينفعش استخدم قصب لونج وشارب مع جرايدنج، عشان هيتكسر ومش هيعمل لي حاجه صح؟ حلو. نفس الشيء ينفع اجيب انا ايدي الهون اللي كنت بطحن بيها اقطع بيها لحمه؟ ما تنفعش. يبقى اذا كل واحد ليه ايه؟ وظيفه. طيب انت بقى يا بريمولر وضعك ايه؟ طب ده بيعمل تيرنج وده بيعمل جرايندنج، قول لي انت وضعك ايه؟ انا بساعد. بتساعد ازاي؟ قال لك هقول لك، احنا هنقسم نفسنا نصين. ايه هو؟ السكند بريمولر هيروح يساعد المولر في مين؟ في الجرايندنج. والفيرست بريمولر هيروح يساعد الكناين في مين؟ تيرنج. يا سلام، شفت الحلوه دي؟ طب تخيل كده بقى، انت راجل رايح تقدم على وظيفه. انت رايح تقدم على ايه؟ وظيفه. انا بقول لك والله بص انت عايز الوظيفه ايه؟ انا هشتغل في كول سنتر. اللي بيشتغل في كول سنتر ده اللي احنا بنرن عليه نهزقه طول الوقت. لازم يكون عنده طول بال صح؟ وعنده صبر صح كده؟ ما ينفعش مثلا حد يرن عليه يقول له النت مش شغال مش عارف ايه؟ افصل الراوتر يا فندم. يا عم بقول لك مش شغال، يقول له هو في التليفون اعمل لك ايه؟ ويتخانقوا مع بعض، مش منطقيه صح؟ لازم يكون عنده طول بال وهادي. يبقى لازم يكون في مواصفات عشان تتقبل في الوظيفه. ما ينفعش اجيب واحد اشغله عندي في العياده ويبقى خريج هندسه، ده مش هيعمل كوبري بوك. حلو، احنا كفايه علينا كباري لحد دلوقتي صح. حلو، يبقى ايه الموضوع اللي هيحصل؟ قال لك بص يا سيدي، انت هتعمل جرايندي، يبقى شرط اساسي عليك يكون عندك شورت ولس شارب كاز صح كده ولا انا غلطان؟ صح. وانت هتساعدني في التيرنج يبقى يكون عندك لونج وشارب كاز. صعب الكلام ده ولا سهل؟ حد عنده مشكله؟ طيب تعالى بقى نبص مع بعض كده. قال لك بص يا سيدي، ادي هنا الكنعان
جنبيه الفيرست فيمور. حلو كده؟ الكناين عنده لونج وشارب كاست عشان بيعمل تيري. مين بيساعد في التيرينج؟ الفيرست. يبقى اذا الراجل ده هيساعد الكناين في التيرينج. طب السكند بريمولر هيساعد مين في الجرايندينج؟ الفيرست مولر، صح؟ وبص حتى الكاست ده اطول من ده ولا لا؟ وباين ان هو مور بوينتد عليه عندك، تحس ان ده فلات شويه منه. تمام؟ كلام جميل. طيب نقطه كمان لازم تعرفها، ان البريمولر بتكون اقصر من الكناين. حد عارف ليه؟ ليه السنان وانا راجع لورا الروت بتقصر؟ مع ان على فكره اقول لك حاجه، مش الماستيكيشن الطحن القوه ورا اكبر، فالمفروض ان انا اعمل لها جدر اكبر عشان تستحمل. طب ليه الروت وانا راجع لورا بيقصر مش بيتسكر؟ بس حجمها اكبر علشان الكراون بيبقى اكبر في العرض الشرعي، عشان السنان عظمه اكتر، فبص انا هنا باسسكم دكاتره صح، والله ما تلاقي حد ياسسكم كده عشان تقفل من لا بص. سمعت عن الجيب الانفيه؟ سمعت عنها صح؟ الجيب الانفيه اللي خدناه في العلم الكيمي اللي فات، زي المكسير ساينس مثلا. المكسير ساينس بيبدا من ورا الكناين. فاهمين حاجه؟ طب وايه يعني لما نطول البريمولر؟ لما تطول البريمولر او المولر لما تطول بطولهم بيخش جوه المكسير ساينس. فاهمين حاجه؟ طب وايه يعني؟ ايه المشكله؟ قال لك ما بتخيل بقى، لو انت هل انت راجل بتغسل سنك يوميا؟ لا. بتحشي سنان عصب عندك؟ اكيد 90% من الناس بتحشي سنان عصب، صح كده؟ طب ايه الفكره؟ السنه لو جوه الماكسيلاري ساينس والعصب فيها مات او عمل خراج، هتدخل جوه الماكسيلاري ساينس هتعمل لك كوارث. فشوف يا اخي من رحمه ربنا، لانه عارف ان احنا معفنين، بعيد لك خالص الروت بتاع الايه؟ بتاع البريمولر والمولر، قصرهم. ليه؟ لان فوقهم هنا في ماكسيلاري ساينس. فلو طولوا، مش تبقى عارف، لو طولوا ودخلوا جوه الساينس، ابسط مثال لو انت بتخلع وانت غبي هتفتح الساينس على الاورال كافيتي، انت عملت للمريض كارثه، هتوقفك عن الشغل هناك. شوف يا اخي، شوف انت بتفهم كل حاجه، عرفت كده؟ طيب عشان كده بقول لك ايه، الروت بتاع الفيرست بريمولر اقصر من الكناين من 3 ل 4 مللي. شايف الطول قد ايه؟ يعني بالله عليك منطق، احنا طول الترم الاولاني بنتكلم في نص مللي و1 مللي، انت جيت مره واحده قصرت عن الكناين ب 3 ل 4 مللي. اشمعنى بقى؟ قال لك اصل المنطقه دي فيها الجيب الانف المجزري ساينس، والروت لو طويل ودخل جوه المجزري ساينس وحصل اي مشكله في السنه هيدلعك. بالمناسبه المجزري ساينس ده مسؤول عن اتزانك. لا قدر الله لو حصل التهاب في الجيوب الانفيه، انت هتحس ان وشك ده حد حاطط عليه ميه نار وهتدوخ ثلاث ارباع الوقت. انت متخيل؟ ناهيك طبعا عن نبره صوتك اللي هتتحول لصوت هيفوهبي. ما بهزرش، لان نبره الصوت هتتغير تماما، لان هو المسؤول عن نبره الصوت. تمام؟ طيب ماشي. يبقى اذا لازم تكون شورتر. وخلي بالك شورتر سواء كراون او روت. ازاي؟ بص كده، ده طول الكراين في الكراون صح؟ ده طول الفيرست بريمولر، ده طول الايه؟ السكند بريمولر، ده طول الفيرست مولر. يبقى كل ما برجع لورا ايه اللي بيحصل في الكراون؟ بيقصر شورتر. بس خلي بالك بيعوضها بايه؟ بالعرض. هو بيقصر بس بيعوضها بايه؟ بالعرض. الله يبارك. كلام جميل. طيب ايه وظيفه البريمولر؟ ماستيكيشن. ده اساسي على فكره، ده مهم قوي في الماستيكيشن. ما هي بتساعد الكراين في الايه؟ في التيرنج، وبتساعد الايه؟ المولر في الجرايندنج. وما تستهونش بكلمه بتساعد دي، لانها دلوقتي دي النوع الوحيد اللي بيقوم بكام وظيفه؟ اثنين. كل واحد بيقوم بوظيفه واحده، انما ديت بتساعد في الوظيفتين. كلام جميل. طيب النقطه الثانيه عندك بعد كده، اسيست الكراين في التيرنج. ركز على النقطه الجايه، مينتين الفيرتيكال دايمنشن. يعني ايه كلمه فيرتيكال دايمنشن؟ ركز على الحته اللي جايه دي بالله عليك. بص كده يا اولاد معايا، في نقطه هنا مهمه قوي عايز اعرفها. عارفين المسافه من ايه؟ من النوز للتشن. شايفين المسافه دي كده؟ ركز معايا، المسافه من التب بتاعت النوز لحد فين؟ التشن. المسافه دي اسمها فيرتيكال دايمنشن. اسمها ايه تاني بقى؟ فيرتيكال دايمنشن. عباره عن ايه المسافه دي؟ بص المسافه من اول التب بتاعت النوز لحد فين؟ التشن. عباره عن ايه؟ هي عباره عن العظم بتاع المكسده والعظم بتاع المنهم والسنان ايه؟ في النص صح؟ ايه في البقى كده؟ هتلاقي الانتيروتيس اللور بيخش جوه الاور، ما بيقفلوش مع بعض. واحده بتخش جوه الثانيه. لكن مين اللي بيصد ورا؟ البريمولر والمولر صح كده؟ ما بيخشوش جوه بعض. يبقى اذا في مسافه هنا اهي، مين اللي حاططها لي؟ البريمولر والمولر. طب ركز بقى، انا عارف الحته اللي جايه من عندي. السنان خصبتها، العظم بتاع الفك بيتاكل ويبدا الفك يتني. بص ايه اللي حصل في الفيرتيكال دايمنشن؟ قال يقوم يديك شكل الايه؟ العجوز. الله، يعني البريمولر بتساعد رجع السنان كده، عظم المندبل رجع، شايفين؟
اخلع السنان، ايه اللي هيحصل في العظم؟ هيتاكل، صح كده؟ وبعد كده المندبل يبدا ينتني عشان يقرب من مين؟ من المجدول. شايف عجز ازاي؟ يعني تقصد تقول ان الفيرتيكال دايمنشن ده لما يقل بيبان شكل عجز اهو قدامك، انت ما شفتش ملامح؟ واضح ان ده شاب، صح؟ وبعد كده ركز كده معايا كده، لما العظم اتاكل والمندبل انتهى، واضح ان ده شاب ولا عجوز؟ عجوز، صح كده؟ فاسالك سؤال بقى في الترو فولس خبيث. البريمولر صح كده؟ is important in the aesthetic، في المظهر الجمالي، صح ولا لا؟ صح؟ صح؟ يا باشا انا كنت وريتكم صوره في القناه زمان بتاع عم احمد ده، لما كان ما كانش عنده طقم وابتسم كده كان شكله عجوز خالص. اول ما ركبنا له الطقم تحس كانه صغر 10 سنين ولا حاجه. اللي خلاك السنان يا ولاد لو اتخلعت بدري تكبرك في السن تبينك ان انت راجل عجوز. يبقى اذا مينتين الفيرتيكال دايمنشن، فهمنا يعني كلمه مينتين الفيرتيكال دايمنشن؟ تمام جميل. تالت حاجه بتعمل سبورت للكورنر بتاع الماوس هنا. البريمولر كان هنا صح؟ هنا هتلاقي ان الكورنر بتاع الماوس لازق على البريمولر، بيعمله سبورت كويس، تمام؟ وبتمنع على فكره الترهلات. يعني كلمه ترهلات، في ناس تلاقي ان خدام ملهلط كده من جوه، عارفين يعني ايه خدام مترهل من جوه كده، وبتعض كده على خدها. ليه بقى؟ لان الناس دي غالبا بتبقى خالعه البريمولر، لان البريمولر بتفضل شاده الخد، لو خلعت البريمولر الخد يفضل ايه؟ يلهلط، فمش هينفع يعني، تمام؟ طيب ده بالنسبه للجزئيه، قال البريمولر ورا ايه؟ عامله سبورت للكور. طيب ده كفرش، تعال بقى نخش في الكلام بتاع الامتحانات. ايه اوجه التشابه ما بين البريمولر والانتيروي؟ يعني هل في اوجه تشابه يا دكتور ما بين البريمولر والانتيروي؟ اه في اوجه تشابه. ايه هي اوجه التشابه؟ قال لك بص يا سيدي، فاكر لما كانت الانتيروي تيت الليبيا بيتكون من 3 لوب؟ انا الليبيا من 4 لوب، صح؟ وانت كان عندك اللينجوال سيرفس كان فيه سنجولم، انا عندي فيه لينجوال كوز، يعني احنا متشابهين ان التوتال بتاعنا كله كام؟ 4 لوب، صح؟ انت 3 ليبيا انا 3 بق، انت 1 لينجوال انا برضه 1 لينجوال، بس كل الفرق ان انت عندك سنجولم وانا عندي كوز. صعب الكلام ده؟ كلام جميل. طيب ايه تاني من اوجه التشابه؟ خلي بالك مع مراعاه مين اللي عنده تو كوز جوه؟ اللور سكند سنجولم، ما ننساهاش دي. طيب ايه تاني من اوجه التشابه؟ قال لك تعالى بص بص بص، لو دريت كده مش ممكن تتلخبط ما بينهم ككادايم وبريمولر؟ صح؟ فيهم اوجه تشابه، يعني من الليبيال او البكر تحسهم شبه بعض، ان الكراون ضيق عند السيرفايكال واخد بالك؟ وبيوسع فين؟ ناحيه الانسايزر او الكلوز، فهم ده شبيه. طيب يا دكتور ماشي، اعمل ايه المعلومه دي؟ ارميها في الزباله. اه والله كده؟ يعني هذاكر فيها ايه؟ ولا اي حاجه، دي معلومه عارف انت زي جمله اعتراضيه لما حلها من العرب. انا مين اللي يهمني؟ اللي فوقي. طب تعالى في اللي جاي. المارجنال ريتش، كنت قلت لكم في الانتروداكشن لو تفتكروا. ادي المارجنال ريتش في الانتيريور تيس، واقفه فيرتيكال ديت عموديه ولا هورزونتال بالعرض؟ فيرتيكال صح؟ عموديه، الله يرضى عليك. طب تعالى كده على المارجنال ريتش في البريمولر. شكلها ايه؟ هورزونتال. يعني في فرق. طب ايه السبب؟ حد يقول لي تفتكر ايه السبب؟ مش ده كان سنجلر؟ كبر بقى ايه؟ كاس، فخلاها ايه؟ مارجنال ريتش في العرض. حلو. الكونتاكت دي بقى مهمه قوي. ركز بقى معايا كده في الحته اللي جايه. ادي الكونتاكت ليه في السنترال مع اللاترال صح؟ واللاترال مع الكراين ماشي؟ والكراين مع الفيرست بريمور. الكونتاكت ليه ايه؟ طالع لفوق صح؟ طب تعالى كده في الاثنين بريمور، ايه اللي حصل في الكونتاكت ليه؟ ده اللي انا عايزه. هشتغل على الترمينتين كله. مهم قوي. الكونتاكت اريا بتاعه البريمولر في السيم ليفل، مهم قوي. تقصد ايه؟ اقصد ان الميزل والديستا بتاع كل الكونتاكت في البريمولر في نفس الليفل. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ لا بجد. ابر ولور. ابر لك اهو ابر ولور دايما شوف الميزل كونتاكت فين والديستا زي يعني. فالكونتاكت اريا والابر فور زي الفايف. شوف يعني مريحه خالص اهو. ايه ده؟ يعني الكونتاكت اريا كانت مصدعه الترم الاولاني مش هصدعها الترم الثاني؟ لا. انت متخيل ان الكونتاكت اريا الترم الثاني كلها؟ هقول لك ابر بريمولر في الميدل سيرت الاثنين وابر مولر جي ام وخلصنا اهو، واللور مولر الاثنين في الميدل سيرت برضه، يعني كل البريمولر في الميدل سيرت وكل المولر جي ام وخلصت اهي. انت متخيل؟ يعني اي كونتاكت اريا تجيلك في المولر الميزل على الجنكشن والديستال في نص الميدل بس. ايه ده؟ اي مولر؟ اي مولر. ما بهزرش والله. واي كونتاكت اريا في البريمولر الميزل والديستال الاثنين فين؟ في الميدل سيرت. شوف ادي الكونتاكت اريا كانت مدوخاك الترم الاولاني، مالهاش لازمه هنا. طب ركز بقى في الحته دي. طب نسال سؤال، الكونتاكت اريا في البريمولر مور سيرفايكال ولا مور اوكلوزال عن الانتيروتيز؟ مور سيرفايكال. الله يرضى عليك. بص كده
طلع اكتر ناحيه مين؟ السيرفايكال. فيها مشكله؟ طب تمام جميل. ركز بقى في الحته دي، اسئله امتحانات وش. بص يا ولد، ادي الفيرست بريمولر، دي المسافه من الميزيال للديستال صح، ودي المسافه من البكال للينجوال. مين فيهم اكبر؟ منطقي من البكال للينجوال، عادي مفيش اي مشكله. طب تعالى بقى قارن لي بقى المسافه دي، يعني مش ده النيبيو لينجوال بتاع الابر كناي وده بتاع الفيرست بريمولر، ايه اللي حصل فيه؟ كبر صح؟ عشان كده بقول لك ايه؟ ان البكو لينجوال دايمنشن في البريمولر اكبر من مين؟ من الكناي، من الانتيريور بتاع عامه. دي صعبه دي ولا سهله؟ فيها مشكله؟ طب عايز اوريك حاجه. شايف الورقه دي؟ ادي البكال وادي اللينجوال، والورقه دي هي السيرفايكال لاين. لو قربت البكال من اللينجوال الكيرف بتاع السيرفايكال لاين بيحصل ايه؟ بيزيد. طب لو بعدت البكال عن اللينجوال بيقل. يعني تقصد تقول لك ايه؟ قصدي اقول لك البكو لينجوال دايمنشن هنا اكبر من الكراين ولا اقل من الكراين؟ اكبر صح؟ فالسيرفايكال لاين هنا ايه؟ يبقى اذا السيرفايكال لاين نصف البوستيرو في البريمولر عن الكراين والانتيرو. ليه؟ قول لي ليه؟ عشان الباكو لينجوال ايه؟ كيفي. فاهمني بقى الفكره؟ اكبر باكو لينجوال ساعتها السيرفايكال لاين يقل. واضحه خالص. وكنا على فكره شرحناها في اخر الترم الاولاني لما قلنا ان السيرفايكال لاين بيعتمد على حاجتين، مكان الكونتاكت ايريا والايه؟ والباكو لينجوال دايمنشن. طيب الكونتاكت ايريا بتاعتي، تعالى بص عليها كده. ادي الكونتاكت ايريا في الكناين وادي الكونتاكت ايريا في الفيرست بريمول. مين فيهم اعرض؟ منطقيه صح؟ عارف عامل شبه ايه بالظبط؟ ولا حاجه. صباع مع صباع الكونتاكت رفيع صح؟ ايد مع ايد الكونتاكت كبير، دراع مع دراع كونتاكت اكبر صح؟ هي مرتبطه بايه؟ بالدايمنشن بتاعك. انت كتناين الدايمنشن بتاعك كبير ولا قليل؟ قليل، فعملت كونتاكت قليل. طب انت كبريمولر الدايمنشن كبير ولا قليل؟ كبير، فتعمل كونتاكت ايه؟ كبير. ماشي. بص بقى شورتر كراون وشورتر روت، وركز على الحته بقى. الكراون بتاعك هنا في البريمول اقصر من الكناين من 1.5 ل 2 مللي، وعايز اقول لك حاجه، طول الكراون ما يلزمنيش، الاهم منه طول الروت. طول الروت اقصر كام؟ من 3 ل 4، مهمه قوي بالله عليك. طول الروت اقصر كام؟ من 3 ل 4. الكراون اقصر من 1.5 ل 2 مللي، بس ما يلزمنيش، اللي يلزمني مين؟ طول الروت. حلو قوي. احنا اتفقنا ان الكونتاكت ايريا فين؟ في السيم ليفل. ده الفيرست بريمول اهو وده السكند بريمول اهو. الكونتاكت في السيم ليفل ميزيال وايه؟ وديستال. الله يرضى عليك. اهم معلومه دلوقتي، ودي بص منتهى منتهى الاهميه. راجع بقى معايا، ده الابر كناي صح؟ وركز بقى، انا هرسم عليها دي لانها بالنسبه لي مهمه قوي، بالنسبه لي مهمه جدا، مهمه جدا، دي بالنسبه لي مهمه جدا. بص يا ولاد، فاكرين الابر كناي طبعا صح؟ وكنا فاكرين سوا يا ولاد ان الكونتاكت ايريا في الابر كناين كانت الميزيال تقريبا على الجنكشن والديستال في نص الميدل. انا مش بطلبك تبقى عارف اماكنهم، بس ايه؟ بس انت عارف ان الاثنين كونتاكت ايريا مش في نفس الليفل صح؟ ونتيجه اختلاف اماكن الكونتاكت ايريا بقى عندك الديستال سلوب اللي هو خليه مثلا باللون الاصفر ده اهو اطول من مين؟ من الميزيال سلوب. فاسالك هنا سؤال، ايه هو السبب في اختلاف اطوال السلوب؟ الله يرضى عليك صح؟ طب ركز معايا في الحته دي. لما جيت اخد الميد لاين، تعالى يا عم خد الميد لاين كده معلش يعني شفت؟ لما جيت اخد الميد لاين بتاعي بالشكل ده وخليه باللون الاسود، الكاست بتفرق مالها؟ على الميد لاين صح؟ لان في ناس ممكن تضحك عليه يقول لك ايه؟ ده الميز ده الديستال سلوب اقوى من ايه؟ من ميز، يبقى الكاست مش في النص. لا، مين هنا السبب؟ اماكن الكونتاكت دي صعبه دي. طب تعالى بقى معايا في الحته اللي جايه، انت اللي هتقولها بنفسك. يعني دي بقى انت اللي هتقولها ايه؟ بنفسك. بص يا شباب معايا هنا. وده اللي احنا كبرنا على الكراين. تعالى بقى على ايه؟ على الراجل اللي هو البريمون. ادي اللي الفيرست بريمون. ركز بقى معايا فيها بالله عليك. ركز في النقطه عشان دي مهمه بالنسبه لي. ادي الفيرست بريمون. فين يا ابن الميزيا الكونتاكت اريا؟ هنا هنا. فين يا ابني الديستال كونتاكت اريا؟ هنا هنا. طب تعالى كده نجرب نشد خط. لا ارفع الخط شويه عشان يبقى ايه؟ يبقى شكل. الكونتاكت مالها؟ في السيم ليفل صح؟ مفيش منه اختلاف. طب تعالى بقى ارسم لي انت كده الميزيال سلوب. تعالى ادي الميزيال سلوب اهو. شايفينه؟
ارسم لي كده الديستال سلوب عيني. خلي من الله ده ادي الديستال سلوب اهو. ايه رايك؟ خليها باللون الاسود عشان يبقى باين اكتر. معلش عشان الناس تبقى شايفه كويس. ادي الديستال سلوب يا ولاد اهو شايفينه. وخلي دي باللون الاحمر كبير. وادي الميزير سلوب. هل الاثنين سلوب قد بعض ولا الميزير اكبر؟ الميزير اكبر صح؟ طب تعالى بقى كده ناخد الميد لاين بتاع السن. تعالى ناخده سوا اهو. ادي ال 90 بتاع السنه وادي نص السنه. تعالى كده خد الميد لاين بتاعك. شفت ايه اللي حصل؟ القصبة على الميد لاين ولا شفت؟ شفت. الله يرضى عليكم. دي في منتهى منتهى الاهميه فقط. وهناخدها دي الوحيده اللي هناخدها في التمرين الثاني كله. السنه الوحيده اللي فيها الميزيال سلوب اطول من الديستال سلوب والقصبة رايح ديستالي هو الابر فول. سؤال امتحان قسما بالله احنا لسه بنده اهو. والله لا تجيلك في امتحان الفاينل واحنا لسه في اول يوم. انا بقولها لك من الاخر. يبقى تاني الابر فور عشان ما تضحكش عليك. طب استنى يا دكتور. طب ما كان الابر كلاين مش عارف انت عندك ديستانس لوب اطول مش عارف ايه. فاكرين الكلام ده؟ وبس الكاز طبي كان فين؟ على الميد لاين. انما تعالى هنا يا حبيبي انت جبت ايه؟ انت عندك سلوب اطول من ايه؟ من الثاني صح؟ يبقى الكاز بشيفت. طب ليه ما قلتش في الكلاين شيفت؟ قال لك لا لان الكونتاكت في الكلاين مش في نفس الايه؟ الليفل. انت هنا حجتك بطلان. هنا الكونتاكت مالها؟ في نفس الليفل. دي صعبه ولا سهله؟ دي فيها مشكله ولا لا؟ حد عنده اي مشكله؟ دكتور حضرتك ان هنا السبب غير هنا السبب. يعني هنا السبب كونتاكت اريا وهنا السبب انها شيفت الديسك. لا الاسلوب نفسه وي اللي هنا مطوله للكونتاكت اريا واللي هنا مطوله بس انها شيفت. انا هقول لك حاجه. بص تخيل كده انا هتعامل ان الاثنين دول قد بعض صح؟ دي كده في النص صح كده؟ طيب لو جيت طولت واحده على حساب الثانيه ايه اللي حصل؟ شفتك صح؟ يعني حط ايديك في نفس الليفل او حط ايديك في نفس الليفل اهو. خلي ده الاثنين في نفس الليفل اهو. وجيت حطيت واحده مع الثانيه والايدين في نفس الليفل شفتك. طب انزل بايديك الثانيه تحت شويه. ايه اللي حصل؟ لا في الميد لاين بس. هل الايدين في نفس الليفل؟ الواحده بتاعتك. الله يرضى عليك. يبقى اللي خلى الموضوع يختلف مكان كنت في القناين. ارمي بقى القناين مش عايزه بقى. انا بقى في الايه؟ في البريمون. وخدها منه. في البوستيروتيس انا ما عنديش قصد على الميد لاين من الاخر. في البوستيروتيس انا ما عنديش قصد ايه؟ على الميد لاين. وهيختمها بقى. كل البوستيروتيس اولويز الديستال سلوب اكبر من الميزان. ده مرتاح امشي بيه في حياتك. تاني انا في الترم التاني اهو. انسى بقى اللي فات كله. انا في الترم التاني. اي كاسب يقابلني الديستال سلوب اطول من الميزان ويبقى الكاسب شفت ده ميزان. بس نقول تاني اي كاسب يقابلني مين السلوب الاطول؟ الديست اطول من مين؟ من ميزان. ما عدا مين بقى؟ الابر كارستيكول. عايز اقول لك حاجه ده في البقل بس كمان. عارف انت لما اخش النينجو الكاسب نفس القاعده تنطبق عليه. ده كل ده بس في ايه؟ في البقل كاسب بتاع مين؟ بتاع الابر فيرست مين. دي حاجه شاذه ولا مش شاذه؟ شاذ. عشان كده الدكتور قال عليها في المحاضره كاركترستيك فيتشر حاجه بتميزه. مش في مثل بيقول لك خالف تعرف صح كده؟ دي حاجه بتميزه. بص كل البوستيروتيس كل القصبات ماشيه بقاعده الديستال سلوب اطول من الميزيال سلوب والقصب راح فين؟ ميزيال. بس ميزيال ما هو كله ماشي بقاعده الديستال اطول مين؟ من ميزيال والقصب راح فين؟ ميزيال. مين الوحيد اللي خالف؟ البكر بتاع الابر فوق. مين اللي اطول؟ الميزيال. اطول منين؟ من ديستال. ويبقى الكاسب راح في ديستال. الله يرضى عليك. صعب الكلام. حد عنده مشكله؟ ده بص ورقه ونص مش هتكون النهارده ان شاء الله. هزود لكم حصه باذن الله يوم الخميس. الحصه دي النهارده بس الاسبوع ده فقط زياده عشان خاطر ان انا عايز بس الحق ورا الكليه. انا مش بحب اتاخر على الكليه خالص. انا بحب اخلص اول باول تمام زي الترم اللي فات. احنا كنا المحاضره تخلص هنا في الكليه نخلصها احنا هنا في الايه؟ في الكورس. فانا دلوقتي عشان نقطه ثانيه الدكتوره في المحاضره اللي فاتت ضربت الكريكولوم بالجزم. انت المفروض تاخد اربع فيرست بريمير بس طلع انت محطوط لكم اربع اسابيع في البريمير. هي خدت ايه؟ الانترودكشن والابر فيرست بريمير والابر سكند بريمير في محاضره واحده. حلو؟ فاذا دلوقتي الحل ايه؟ الحل انها يا اما المحاضره الجايه تديكم اجازه يا اما يكملوا عادي زي ما هم بس هيبقى في اسبوع فاضي ما يشوفكش فيه حاجه. فهمت حاجه؟ وغالبا يعني هم بيرموا الحوار ده عشان خاطر ايه؟ الكويزات. عارف وقت الكويز بدل ما يديك اجازه اسبوع تديك اجازه اسبوعين. فاهم حاجه؟ هم غالبا بيرموا. انما لو جت في المحاضره الجايه وخدت الاثنين اللي هو البريمولر تبقى بتستعبط.
ارجع لكم الاخر تبقى بتستعب لان كده خدت اربع اسابيع في اسبوعين. بيبقى ساعتها ممكن تكون الكليه عايزه تفشل باتر ولا حاجه. لكن غير كده لا، الكريكولم بتاعكم معايا، الكريكولم بتاعكم معايا، الكريكولم بيقول لك ايه؟ ابر فيرست بريمولر في محاضره، ابر سكند بريمولر في محاضره، لور فيرست بريمولر في محاضره، لور سكند بريمولر في محاضره. تمام كده؟ تمام. ان شاء الله يوم الخميس هنخلص الابر فيرست بريمولر. تمام. عايز اقول حاجه، البريمولرز دي يا اولاد بتتفهم مش بتحفظ. هكتب لك كلمه واحده على السبوره وهخليك انت تطلع منها كل خصائص البريمولر وانت فاهم، وهتمشي من هنا والله افتكرها مني، ما هتقرا حتى الورق وانت هتكتب لنفسك كده كام سطر كده انت جايب فيه البريمولر كله. انا بعرفك من قبل ما نبتدي، فما تشيلش هم اي حاجه خالص، بس عايزك تذاكر. انا ما تقلتش عليك حصه النهارده اهو، طبيعي كانت كلها نصايح عشان احنا لسه في اول الترم، وبالله ما تحسوش ان انا ضيعت الوقت كله في الفاضي ونصحت كتير على الفاضي. هشوف بقى عزيمه كده وايه واراده ان شاء الله. تمام. حد عنده اي استفسار؟ تمام. تمام يا شباب. اخر نقطه ثانيه عشان الناس دي كلمتني فيها ثلاث اربع مرات. بالنسبه للماتيريال يا دكتور، بالنسبه للماتيريال عشان انا الحوار ده حضرتك دلوقتي يا دكتور، احنا طول عمرنا عارفينك في المورف والاناتومي. ايه الفكره يعني؟ انت عمرك ما دخلت ماتيريال قبل كده؟ لا، دي ثالث سنه هدخل فيها في الماتيريال. طب ليه مثلا ما كنتش شغال ماتيريال قبل كده؟ عشان انا جوه الكليه انا كنت ماتيريال. يعني ما انا عارف انا جوه الكليه كنت ماتيريال. وما ينفعش تبقى انت جوه الكليه بحاجه وتطلع بره بحاجه. انت كده حرفيا عارف لو انت ايه؟ كانك طالع بتقول لهم طلعت اسابيع. وعلى فكره لو ما حدش سال نفسه ليه مثلا معيد الماده، لو في معيد الماده خلاص انا مش في الكليه ده الحمد لله طلعت بره، بقول لك ليه مثلا معيد الماده ما يديش نفس الماده بره؟ ابسط حاجه الدكتور يعملها معاك انت سربت الامتحان. ابسط حاجه انت موجود في القسم، موجود معاهم. اخر دفعه انا تابعت معاها كانت دفعه الدكتور محمد وائل، عشان الدكتور محمد وائل بتاع الفيزياء ده انا كنت براقب عليه في الامتحان، ده كان اخر دفعه وبعدها انا سبت الكليه تماما. حلو كده؟ الماتيريال عايز اقول لك الماتيريال ماده والله بص الناس بتخافك منها، تقول لك صعب، تقول لك مش عارف ايه، اقسم بالله الماتيريال ماده كلها صورتها قد ايه؟ اسهل، عايز اقول لك اسهل من المورفولوجي نفسه، ما بهزرش والله، واسهل من الاناتومي نفسه. فهم بس. فهم ما بهزرش والله. ايه؟ هيستو ماله؟ اسهل يا عم، ده الهيستو ده كان في ليفل لوحده. بص الهيستولوجي مقارنه بالماتيريال اصعب منها 10 12 مره. لا لا مش شوف انت بص انت 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 شايف ايه؟ انت شايف ان الماتيريال هي كميتها كبيره بس بتتفهم، فاهم حاجه؟ الهيستولوجي كلها بصمات. احفظ انا عايز اقول لك الماتيريال دي انت ممكن ما تروحش تذاكر اي حاجه ورايا، وبالذاكره التصويريه والسمعيه اللي عندك تحل، فاهمين حاجه؟ انا عارف عامله زي ايه؟ عارفين شباب الرياضه كده؟ عارفين الرياضه لما تبقى صعبه عليك انت لما تبقى فاهم رياضه ما بتروحش تذاكر رياضه وبتحل، هي دي الماتيريال. فبدايه عشان بس امور التشكيك دي اللي عايز يتكلم يتكلم براحته، وامور التخويف اللي انت يخوفك من الماده، ما فيش ماده صعبه، عشان خلي بالك احنا مرعوبين، لا لا احنا مرعوبين، هتدي لنفسك عوز اصل الماده صعبه فمش هفتحها دلوقتي، لا اصل انا هاجلها شويه، اصل انا هذاكرها بعدين. فتخش ليله الامتحان فتلاقي ان كميه كبيره، منطقي ما انت جاي تذاكر ليله الامتحان، فتخش الامتحان فما تحلش كويس، لا ده فعلا الماده صعبه، فانت عارف ده هتتورث معاك كده، ما تديش نفسك فرصه، فانا عارف ما تديش نفسك فرصه انك تتمرن، لا الماده سهله وهذاكر. والمعيدين هناك المعيدين على فكره كويسين، عشان اقول لكم المعيد لابس سكاشن، المعيدين كويسين. نقطه ثانيه بقى، احضر السكاشن. ليه بقى؟ بتاعت الماتيريال عشان خاطر الماتيريال هيمتحنك عملي في اخر السنه. حلو كده؟ ومش هينزل لك البي دي اف اللي هيمتحنك فيه عملي. فاهمين حاجه؟ وانا معتمد ان انا مجند واحد من زمايلكم لما يحضر السكشن هيصور السلايدات عشان هيعرض السلايدات قدامك تاني في الفاينل ويسالك. فاهمين حاجه؟ فالسلايدات اللي انت هتشوفها في الكليه هي مش هتنزل لك بي دي اف، مش هتبقى عارف يعني، مش انا بعرفكم ده، مش هتنزل لك بي دي اف. وهيبقى معتمد ايه؟ ان هو بيشرح لك في السكشن السلايدات ويجي يراجعك تاني في السكشن، مش هيعملك بقى زي الاناتوم ينزل لك مثلا بي دي اف تذاكر منه ولا الهستول، لا 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 خالص. البي دي اف بتاعهم ما بيطلعش بره الكليه نهائي. حتى هتلاقيني لما اجي انزل لك بي دي اف تذاكر منه هتلاقي عباره عن صور من جوه المدرج. طبعا البي دي اف ده لو اترفع على جروب دفعه او دخل كليه طريق السلامه ما تهزرش اقسم بالله. عشان كده هتلاقيني انا بسيب ورق العمل بتاع المورف في المكتبه عادي، ورق عمل الاناتوم في المكتبه عادي، ورق عمل الهستول في المكتبه عادي، ورق عمل الماتيريال انا احطه على ابلكيشن واقفله.
ليه؟ عشان ده دي صور من جوه المحاضره، فاهم حاجه؟ صور من جوه السكشن. طب انت مثلا عارف ايه؟ انا صور دكتور عادل صور، اقعد بس كده واعمل بالموبايل كده قدامهم، هياخدك يروح بك على مكتب العميد على طول. ممنوع التصوير، ممنوع التصوير.